كل لحظة وحضراتكم طيبين. حد بعت لك عصير اشربه وقول له متشكرين، لكن يبعت لك عصير تتخانق معاه، هي دي بقى اللي عمرنا ما شفناها بصراحة. ما تيجي نشوف. اتنين سكالوب بانيه. اتنين سكالوب بانيه. وفي سلطات. وسلطات. تشربوا حاجة؟ لا. مش هتعرف. بالمناسبة تحب تشتركوا معانا في السحب؟ سحب ايه؟ السحب على جوائز، في موبايلات، في حاجات كتيرة جدا. وايه المطلوب؟ اثبات شخصية من عند حضرتك. والسحب ده بيتم امتى؟ حالا دلوقتي. احنا ناخد بس البيانات نعيدها على الكمبيوتر ونرجعها لحضرتك تاني. يلا. اوكي. شكرا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. تؤمر بايه حضرتك؟ اتفضل يا فندم. ايه ده؟ ده ليمون حضرتك بعدها ده الذكية حضرتك. بعته لنا؟ ايوه مش حضرتك استاذ محمد؟ حضرتك بعت لي الليمون ده؟ والله حضرتك بعت لي الليمون ده؟ ايوه. ايه المناسبة؟ محمد. محمد؟ ايه حمادة في ايه؟ حمادة؟ تعرفك مين يا محمد؟ معرفهاش، أنا أول مرة أشوفها. أمال بعت لك الليمون ليه؟ ما عنديش فكرة. محمد ايه حضرتك تعرفيني فعلا يعني؟ ايوه اعرفك كويس وانت تعرفني كويس. انا اول مره اشوفك، يعني اعرفك منين؟ انا اعرفك يا حماده. تفكريني تعرفيني منين؟ افكرك يا حماده. اتفضل. افكرك بهدوم التربيه الرياضيه اللي كنت تديهاني اغسلها لك بايديا وتدلدل السبت وتاخد المكوى كلها بعد ما اكويها لك، صح؟ صحيح. انت عارفه كمان ان انا خريج تربيه رياضيه؟ تعرفي يا مدام؟ محمد عبد مجيد. ايه راي حضرتك؟ وتعرفي اسمه منين؟ إيه؟ واعرف عنوانه، واعرف اخواته، واعرف المنطقه بتاعته. انت حضرتك تبقي له ايه؟ ابقى المدام. المدام؟ ايوه المدام. طيب انا اسف، عموما اعتبر الكلام ده كله ولا كانك سمعتيه. ازاي اعتبره ازاي كاني ما سمعتوش؟ انسي بقى. انت لما عرفتي ان انا المدام خلاص؟ ازاي يعني؟ انت الكلام اللي انت قلتيه لما عرفتي ان انا المدام؟ خلاص 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 ما خلاص بس ازاي خلاص؟ انت ما انا لازم افهم اعرف. قاعدين في محل عام. ايه دي؟ انا والله عندي صوتنا في محل عام. طيب قولي ازاي تعرفها الست دي؟ انا ما اعرفهاش، اعرفها منين؟ ازاي؟ طب عارفه اسمك ازاي؟ ايه المشكله انت عملتها لي دي؟ انا مفيش مشاكل. انا ما اعرفكش عشان كده. وانا ما اعرفكش. خلاص يا حماده، خلاص يا حمادة. يا استاذ خلاص بقى. خلاص خلاص ما انا مجبره اقول ايه؟ مجبره يعني؟ طب ما تقولي في ايه؟ في ايه؟ اسأليه هو. هو بيقول ان هو ما يعرفكيش. ايه الموضوع ده؟ مين الست دي؟ الست دي مش طبيعيه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ مدام زكية بيه اللي كنتوا بتيجوا مع بعضيكم كل يوم ثلاث هنا. باجي انا معاها كل يوم ثلاث هنا؟ ايوه حضرتك مدام زكية كنتوا بتقعدوا زكية. زكية بتستعبط. نحسب المشكلة. انا اللي شفتك ولا شفتني ولا انت جيت والولد ده كذاب وانا كذابة. ازاي؟ ما ينفعش حضرتك الكلام ده، انت عملت لي اشكال دلوقتي. طب قول لي تعالى ده انا ازاي الاشكال ده؟ تعالج ايه؟ الاشكال اللي انت عملتيه دلوقتي انا اعرفك منين؟ انا عمري ما شفتك قبل كده. لا ما دام انت بقى بتهزقني وبتعلي صوتك. لا حضرتك كده انت بتكسرني من جوايا. في ايه حضرتك؟ انت بتتكلمي عن ايه دلوقتي؟ ايوه قول لحضرتك كانك مش عارف اسمي زكية. وانا اقول لك يا حماده، اقول لك يا محمد، وانت عامل غريب. اوكي اوكي اعمل اللي تعمله. اعمل. ناسي ناسي ناسي. الله الله الله. البوجودير كنت بتعمل بوجوديه كده بيعمله بالصابون ويقف تحت البلكونه عاجزني بالثلاث ساعات. انا فاكر يا محمد لما قلت لي مش هقدر اتجوزك لان ظروفي الماديه وحشه وقلعت سختي واديتها لك. سختي واديتها لك؟ عملت بقى انت ده؟ قلعت سختك واديتها لك؟ انت حضرتك انت متجوزاه من امتى حضرتك؟ حضرتك انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت متجوزاه من امتى؟ حضرتك زمان؟ حضرتك عيب تربيه رياضيه؟ انا مش قادر اصدق. بتتبلى عليك؟ اكيد. واحده بتتبلى عليك يعني؟ امال عارفك عارفه كل ده عنك ازاي؟ ما اعرفش، حاجه غريبه. انا خلاص مش عايزه حاجه من حد، مش عايزه حاجه من حد. حضرتك ما تمشيش، انت دلوقتي بتعملي مشكله وتسيبينا وتمشي ازاي؟ على كوبايه الليمون حضرتك عملت ايه؟ ليمون ايه؟ ليمون. انا بقى عايزه اعرف مساله الليمون. خلاص اعتبر الليمون ده كأن شيء محدود. لا 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 لا. ايش اسمك انت برضه؟ تشربوا حاجه؟ ما ادري على الاكل مشكله. حاجه تانية؟ ناخد ميه بس. حاضر. على فكره بالمناسبه تحبوا تشتركوا معانا في السحب؟
سحب ايه يعني؟ سحب على جوائز، عندنا موبايلات وحاجات كتيره جدا. ايه شروط يعني في حاجه؟ ملوش شروط خالص، هاتك بس اثبات شخصيه من حضرتك، بندخل بياناته على الكمبيوتر وبنرجع لك تاني اثبات شخصيه. طب نعرف نتيجه السحب امتى؟ النهارده يعني احنا قاعدين النهارده ان شاء الله. ماشي ماشي. اثبات شخصيه؟ طيب. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. ازيك؟ تؤمر بيه حضرتك؟ اتفضل يا فندم. ايه؟ بيلمون حضرتك المدام بعتها لك عشان بيه. مدام؟ اي فندم. حضرتك؟ مدام بعتها لك؟ عارفها؟ عارفها؟ ماشي. مين مدام؟ اي امر تاني؟ نعم حضرتك. كابتن يعني. ايوه يا فندم. انت تعرفها يا حسام؟ عارفها مين؟ خلاص خلاص ما دام انت بتبرئ نفسك قدام اختك برئ نفسك. اختي ايه دي؟ مراتي. اختي ايه؟ مراتي. اختي ايه؟ مدام. اه المدام. والله المدام. مدام انا بسحب كل كلامي. سوري ما تسحبي الاول. طيب اللي كان لازمته ايه اصلا ده؟ سوري انا اسفه جدا. مش عارف يعني هي غلطه حضرتك بتتكلم كلام غريب قوي. هي غلطه معلش سامحيني. هو يمكن شبه حد كده يعني كنت اعرفه يعني. شبه ايه وبتاع ايه؟ مش عارف انا ايه. مش قبل ما تتكلمي تتاكدي على الاقل مثلا. نعم؟ قبل ما تتكلمي تتاكدي ولا قبل ما تبعتي حاجه يعني؟ عرفتي منين ان اسمه حسام محمد؟ طب ما هو في مليون حسام محمد. اشمعنى ده بالذات اللي انت شاورتي عليه وبعتي له الليمون ولا مش عارف؟ لا انا ما شاورتش. كدب خيبه. انا ما شاورتش. مش وطي صوتك. انا يعني دي بتتكلم كلام مش نعرف بتتكلم على اي اساس ولا سايبينها كده تتكلم وخلاص؟ حضرتك هتفتحي لي محضر؟ اه هفتح لك محضر. كشكشيها ما تعرضيهاش. هي ايه اللي كشكشها وزفتها؟ اه يعني الليله كلها لميها بقى خلاص. طب ما تلمي انت ليلتك بقى احسن وتحترمي نفسك. مش طبيعيه اصلا. مش شايفه بصراحه ازاي؟ مش طبيعيه. مش سايبينها في وسط الناس ليه؟ ما هي مش طبيعيه يعني. مش عارف. اه يا حسين. يا خسارة الايام. ايام ايه؟ ايام ايه؟ هتقولي ايام تاني؟ هتجنني. اوعى جمبري عطل. لا جمبري. جمبري ايه وسمك ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ بنبهها. انت مش طبيعيه؟ انا كويس. انا بتكلم كويس. اتكلمي كويس. لا اتكلمي كويس. اتكلمي كويس. واتكلمت كويس. الله. ايه اللي بقول لك من بدري؟ لا ما تقوليليش حاجه تاني. اسكتي خالص. اسكتي خالص. كشكشه ما تعملش. لا مش كشكشه. بطل بقى احترمي. بطل تعمليه ده. في حدود. والا مش هسالك كويس. انا بقول لك اذا كنت انت رميت دوبتي انا كمان رميت دوبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ واتنين رز سلطات. سلطه خضراء وطحين. تشربوا حاجه؟ ماشي تحت. اه بالمناسبه المطعم عامل سحب سنوي على الجوائز. ممكن بطاقه حضرتك؟ اه اه اهلا وسهلا يا فندم. اهلا فيك. اموري حضرتك. اتفضل يا فندم. لا انا طالع الكوره مش طالع منك. لا حضرتك الليمون ده المدام طالبه لحضرتك. ده بنسبه ايه ده؟ الليمون ده بنسبه ايه؟ يعني انت مش عارف بنسبه ايه؟ مش عارف. اعرف ايه طيب؟ لا يا دين طيب. في ايه؟ كده يا إيهاب. إيهاب؟ ما عرفوش والله. ما تعرف اسمك ازاي؟ كده مش عارف. بسهولة كده الناس تداس بالرجلين. يا ستي ناس إيه وإيهاب إيه وسهولة إيه طيب؟ أنا عايز أفهم بس براحتك. بعد نفسك ما تبصي البص قدامك لو تكرمتي. تقعديش تبص كل شوية ناحيتي. أنا في ظروف خاصة دول أصحابي أو قرايبي. بعد إذنكم كل واحد يبقى في حاله. يا ستي أصحابي إيه وقرايب إيه؟ أنا ما أعرفكيش. بس يا ايهاب انا متضايقه. ايهاب ايه؟ انت جبت الاسم ده منين؟ مش اسمك ايهاب؟ هالف اسماء بقى. ما ممكن تقولي قلت ايهاب كده وخلاص سمعتيها وهي بتقول لي ايهاب ولا حاجه. ايهاب مصطفى عبد الكريم. عايز ايه بقى؟ دي عارفه كمان اسمك يا ستي. انا ما اعرفهاش. بقول لك امال جابت اسمك منين يعني؟ انت حددتك
بالنسبه له ايه؟ خطيبته. خطيبتي مفروض. خلاص مبروك عليكي. الف مبروك ايه؟ انت قلت الكلام ده، مفيش حاجه اسمها مبروك بعد كده. انت تعرفيه منين وتعرفي اسمه منين اصلا؟ ما اعرفهاش يا ست، ست مجنونه مش مجنونه. خلاص تتبلى علينا ولا حاجه. واعتبريني ما اعرفش. ايوه مجنونه. واعتبريني ما اعرفش كمان انه صاحب سوبر ماركت. خلاص. ايه اللي اعرفه كمان؟ خلاص. انت في ايه يعني؟ ايه اللي اعرفه ان انت كمان فاتح سوبر ماركت؟ بصوا قدامكم لو تكرمت يا جماعه ممكن الشباب. انت مالك بيهم انت دلوقتي؟ انت عليك معانا عشان بيتسنطوا. بيتسنطوا؟ ما انت صوتك عالي اصلا. ما انت بتتفرج عليا المحل كده. انت حكيتك في حكيتك اللي عليك صوتكم. لا انت صوتك عالي اصلا. انا كنت معانا احنا بناكل لوحدنا في حالنا. انت بقى مالنا مقفوله؟ انتوا عملتوها قبل. مقفوله ايه؟ انت صوتك عالي. انت قلبت الذوق اصلا. ازاي تقعدي في مكان زي ده وتعلي صوتك كده؟ ايوه زميلي العيب مرسوم يا حلاوه جبل. حلاوه حلاوه ايه وعبره ايه؟ انت بتقولي الكلام دوت؟ ايه يا زبالة العبر؟ عجبني ايه وانا اللي جايبها؟ ترمي نفسك بقى. انت قلت انا ابو حيوانه صحيح؟ انا قلت انا ابو حيوانه؟ قلت انا ابو حيوانه وحمارة كمان. انا وما هتربيتيش وعرفت التربيه خالص. انا ايه يا استاذ ايهاب؟ ايه يا استاذ ايهاب؟ ده انت وذكيه طول عمرك سنه العسل. انا ايوه انا ايوه انا ودي ايوه. يا عم ابعد بقى. انت ايه ابعد؟ انت بتضربه؟ لا اوعى اتفضل يا فندم. ايه ده انا ما قلتلكش هقطع عصير دلوقتي؟ لا ده ليمون مدام زكيه بعتها لحضرتك. مدام مين؟ مدام بعتها لحضرتك. تعرفها؟ ايوه فندم. شيل الليمون انا ما اعرفش حد. مين طلب مني انزل الليمون؟ طب سؤالي مدام زكيه حضرتك لما كنتوا بتيجوا مع بعض اثنين قبل كده وصلت مدام زكيه مين؟ مين اللي بيجي معاه؟ زكيه يا فندم. كنت بتيجي مع بعضيكم هنا يا فندم. يا ابني انت ايه دماغك فيها حاجه؟ تشارب ولا ايه؟ في ايه بالظبط؟ اذا قلت اسمك قولي. طيب محمود انت تعرفيه؟ ايوه. طب تعرفي اسم محمود ايه لو سمحت؟ لازم يعني؟ طبعا. قولي محمود ايه؟ محمود حنفي. عارفه جابت اسمي منين الهانم دي؟ من الكارنيه اللي الجرسون خده مني الاول. برافو برافو عليك. انا بحييك بجد. انت 10/10. احنا دلوقتي ده تصور عايزين نذيع. لو حضرتك عايز تذيع قول ذيع، مش عايزين تذيع وما نذيعش. اه لا ذيع اتفضل. ذيع ذيع اتفضل. لا ذيع ذيع. لا ذيع ولا ما نذيعش؟ جميله جدا جدا. لا ذيع ان شاء الله. انا ذيع.